الاسم يحيى قوش من مدينة يوجدة. حضرت لهذا التكوين الحضوري في مدينة مراكش من 17 إلى 20 أكتوبر 2023 لمحاربة الأمية الرقمية داخل المدارس المغربية. هذه فرصة باش أننا نتعرفوا على كيفية تحرير المقالات، على الشروط الضرورية لتحرير المقالات وكذلك لبنائها وتوسعتها أكثر، باش نوصلوا لواحد الخلاصة ديال أننا نتخيل عالم بمعرفة مجانية تكون متاحة للجميع، سواء بالنسبة للأساتذة أو كذلك بالنسبة للتلاميذ، لنمرر المشعل من جيل إلى جيل آخر. وشكرا جزيلا.